اوكي يا اخوان، راح ندور اليوم ب50 سطلة جبال. اليوم مهمتنا انه نطلع 1000 دولار من سطلات الزبالة الموجودة. صدق يعني شلون راح نطلع 1000 دولار؟ ما اعرف شلون راح نطلع 1000 دولار، بس راح نجمع الخواطر، ندور اي صناديق اي شيء نحاول نبيعه ونطلع 1000 دولار يا اخوان. فنقول ليتس جو. تقدر هاي تطلع منها ايش قد هاي؟ لا هاي تطلع منها فيد 10 دولار، انا متاكد. زين هنا سناكس يا اخوان، حبسي بطل، هاي البطل يمكن تقريبا ب 5 سنت اقل. هنا الكشاء. وقف وقف فارغ يا اخوان، كرتون نبيع كرتون 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 صندوق من الشوكولاته كرتون حبيبي كرتون. حلو 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 شباب، بدينا نطب على الحفاضات. لا 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 كرتون. سماعه يا اخوان، سماعه سوني اكيد راح نلقى فارغ. شيء احنا اغبياء نروح. ايش قد صار عندنا؟ 15 سنت. لا صندوق ما السماعة ينباع أغلى شوية. إيش قيل؟ نروح نشوف الباقيين. أوكي إخوان، هنا هنا مجمع من الحاويات، حرفيا أربع حاويات راح نبلش الحاويات. إيش بيها؟ أنا فارغ. أكو جي. أوكي إخوان، طبعا جينا الأربع حاويات فارغات. أكو مزه هنا. أكو بطل طري. هذا البطلين يا إخوان، جمعنا بطل. هذا فارغ، هذا فارغ. هذا اكو نباتات راح ناخذ لنا هذا البطل. اي طلع بي طلعنا بطلين. كم سنت؟ والله ما ميز سنت، اريد ان اشيل ثقيل حرفيا. اوكي يا اخوان، طبعا هسه جينا على حاويه جديده، لقينا بطل يا اخوان. حلو حلو بطل. صندوق مال شنو؟ ما ادري. ادري مساء راح. هو لقينا محفظه يا اخوان، 500 دولار اريد. بس 500 دولار. يلا يلا فاره شيء عارفين فاره يا اخوان. ماكو شيء محفظه فارغ، بس تدرون شنو محفظه؟ شنو؟ قعود محفظه جوتشي يا اخو، محفظه جوتشي. هاي اقل شيء تنباع ب 100 دولار. باع 100 دولار لو لا 50 نبيعها ب 50 دولار. اوكي هسه احنا لحد الان نشتغل صحيح الزم هذا. حلو 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 حلو. نقدر نبيع شيء النرجيله الالكترونيه يا اخوان، مضره بالصحه يا اخوان، حتى ما نبيع عارفين مال النجاره الالكترونيه يا اخوان نحتاجه. صار عندنا بطاله هوايه 50 دولار، مجموع الحساب راح يطلع قدامكم. ليتس جو يا اخوان. اوكي يا اخوان، طبعا حاليا عندنا 1 2 3 4 حلو حلو. راح ندور بهاي اوف هاي لا ندور بها يا اخوان محرمات. اوكي بالعكس بالعكس. ها بس جاب حبالك فارغه فارغه يا اخوان خربت. شنو هذا؟ هذا حذاء يا اخوان اديداس جديد، هذا نبيعه بالباله. زين 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 اخو الاصلي. لا هو اصلي. اوقف صدق والله 70 دولار بيه والله 80 دولار. اذا بده يشتغل صحيح يا اخوان. هاي 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 شنو هاي شو اسوي؟ فارغه فارغه يا اخوان، البلديه اللي تشتغل صحيح عندك هاي الواقع اكيد فارغه. اوكي يا اخوان فرحان، تدرون ليش؟ خمس حاويات بنفس المكان. اوكي تقدر هاي لازم نشتغل متفرقين. اشتغل هنا. اوكي اوكي بسم الله. بعين لما من الطالع عكسي مجمعين لك ياهن حتى جيبين. هاي بيها، هاي بيها محرمات يا اخوان. خلينا نعرفها، خلينا نرجع لها. هاي هاي بيها اكثر شيء شباب، هاي الاليق احس بيها شيء. لو لو تليفون يا اخوان تكلم بس سباني سباني. تدري شنو منع الوالده؟ خلينا نشوف يشتغل. بس ايش قد؟ 50 ترى 50 دولار. ايش قد كان صار عندنا؟ 120 و50 دولار 170 دولار يا اخوان. بعد ان المبلغ كلش قليل طال البطاله حطها مع البطاله صار عندنا لوك لوك شق عبسي. ما احنا لوك 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 عوف عوف. اوكي يا اخوان هاوية جديده. روح روح اللي فارغه روح روح. دب سحر يا ولد. اخوك سحر. بطانيه هنا يا اخوان تقدر ما بيها شيء، حتى بلاستيك ما بيها. لا لا لقينا دبه هاي نبيعها عارفين. كل اللي لقيناه من هاي الحاويه دبه حليب. الحاويه الثانيه ليش البلديه؟ ايش فيكم بلديه؟ نظيفين نظيفين حيل يعني فارغه. اوكي يا اخوان طبعا لقينا هواي سوالف، بس لحد الان ما لقينا شيء غالي الغالي حرفيا. يعني اوكي لقينا محفظه مال جوتشي، لقينا ايفون، لقينا بلاستيك على مود نقدر نبيعه، بس كل هاي. ولقينا ها الشوز مال اديداس، بس كل هاي يا اخوان ما طلع لنا المبلغ اللي نريد نطلعه. طبعا كل المبلغ اللي راح نجمعه يا اخوان راح نتبرع به ان شاء الله، لان هذا يعتبر مقطع مثل نقول فني وبنفس الوقت برسالة يا اخوان. واللي صار حاليا طفت المايكات يا اخوان، فلهذا راح اكمل وحدي اني. طبعا اللي راح يصير حاليا راح نروح نبيع البلاستيك يا اخوان. على مود نبيع البلاستيك لازم يكون اكو ماكينه، الماكينه هاي تحول لك البلاستيك الى فلوس. فنروح ونتوجه لاول ماكينه يا اخوان. بعد ما وصلت الماكينه يا اخوان قررت انه اربط التليفون ويا الماكينه هذه على مود تحول لي الفلوس على التليفون. وهنا بلش الوقت يا اخوان على مود نحط البلاستيك هذا اللي جمعناه وتعبنا بيه، بدينا نحط اول بطل. وبكل
كل تفاؤل وكل حماس ونحط ثاني بطل ورجعنا نحط بطل الزيت. بطل الزيت تفائلت بيه كل شوي لان الزيت مرتفع بالايام الاخيره. ونحط بطل المي وهنا انا فضيت كل الابطال اللي جمعناه وبديت اشوف الرقم 200 وفرحت كل شوي عبالي راح تكون 200 دولار 200 دولار ممكن تقدمنا للتحدي مالتنا. فرحت جدا فرح عميق. سنو قرر يشارك ويحط لنا بطل. هنا يا اخوان بدينا نحط اخير بطلين. فرحنا أنا وسنو فرحا عميقا جدا. بعد ما شفت الـ400 يا أخوان قررت إنه أقول وصلنا للتحدي مالتنا ووصلنا للهدف مالتنا وصلنا للفيديو مالتنا. وبعدها اكتشفت إنه لازم نجمع 500 بطل يا أخوان على مود ينطيه 50 ليرة اللي هو 2 دولار فقط يا أخوان. قررت إنه أعتزل جمع البلاستيك ونرجع لجمع النفايات يا أخوان. شباب حاوي سريع حاوي سريع روح روح سريع روح سريع يعني هلاقة من البناء ما عندي شوف ترى البلاستيك تمشي اسوي بس خلاص خلاص يعني على نعمتي خطية حرفيا يا اخوان. قري برشكة قري هاي العودة هاي برشكة اوقف هاكو ملابس فارة طبعا فارة اوكي اخوان بدأ بيقى شيء حرفيا عبرنا كل الحاويات تجي حاطين بلون شيء رادلة مو جيتول يا رادلة إيه رادي تيزاب متغسل. أنا أقول فارغة تشتغل بيه بلاستيك بس هاي لا أريد البلاستيك بعناه قبل شوي بعناه قبل شوي بس بوع البلاستيك خرب ما يفيدنا هذا. لك 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 صار أوكي إخوان حاوية مخيب الآمال نروح لحاوية جديدة. أوكي إخوان حاوية صندوق 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 فارة يا أخوان فارة تعبت يا أخوان تعبت والله العظيم تعبت. شو ناوي تلعب وياهم؟ نلعب وياهم شوية. فاشل حيل أنا يا أخوان طبعا أنا لاعب. شباب إذا جبت هاي تحطون لايك تحطون لايك والله والله تحطون لايك يا اخوان بدعتكم تحطون لايك يا اخوان يا اخوان بدعتكم اخوان. طبعا هسه عندنا سطلتين من الزباله ما حد يكون عسى نوتيلا بطاله. اوكي احنا ما نجمع بطاله ندور على شيء نادر بس شيء ثمين. ماكو شيء ماكو شيء صراحه يعني تقدر تفتح هاي العلاقه بس جبنا من الحمام يا اخوان. شنو السالفه كل الشغلات اللي نريد نشيكها من الحمام حرفيا. خلينا نشوف هاي العلاقه بس اخر شيء شباب انا مليت ما اريد حتى اكمل المقطع يا اخوان. نروح نبيع نروح نبيع يا اخوان نبيع نروح نبيع نبيع الشغلات يا اخوان. راح نقول لكم ايش قد طلع لنا المبلغ بالنهايه يعني كل الحاويات يا بدنا نجيها فارغات يا بدنا نلقى شيء بسيط يعني مثل لقينا بس لقينا شغلات لقينا 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 ايفون لقينا ايفون لقينا سماعات لقينا شو اسمه لقينا حفاضات والباقي شغلات لقيناهم. بس يعني اقصونات الحلقه ما يقول الفيديو استمتعتم تركوا بقاعات شباب مشتكين.